بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام المحدث الحافظ الورع أبي محمد عبد الله بن جمرة الأزدي الأندلسي رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. علوم من الاثنين؟ الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة. في تكملة ما شرحه حول الحديث السابع في هذا الكتاب، وهو حديث وفد عبد القيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. تكلمنا في الأوجه التي ذكرها المصنف الشارح، ووصلنا إلى الوجه 24. هو جايب 49 وجه حول هذا الحديث. الوجه 24 قوله: وسألوا عن الأشربة. الأشربة في اللغة تطلق على كل شراب، الأشربة في اللغة تطلق على كل شراب عدا المحرم، لأن المحرم عندهم يسمى الخمر، يعني ما يسموش الخمر أشربة، يعني كأن سألوه على العصائر باللغة بتاعتنا العصرية بتاعت المصريين: إيه العصير اللي نشربه يا رسول الله؟ فهمت؟ يعني الأشربة عندهم اللي هي العصير الوقت، إيه نشرب العصائر؟ إيه أنواع العصائر اللي نشربها يا رسول الله؟ أدي معنى الأشربة. إحنا حتى لحد الوقت ما نقولش على الخمر عصير، مش كده برضو؟ الخمر تفضل خمر، لكن اي حاجة تانية غير الخمر يقول عليها عصائر، اذا كانت حتى من تفاح ولا من برتقان ولا ليموناتا ولا بيبسي ولا كوكاكولا، او كله يقول له عصائر. يبقى كأنهم سألوها عن الأشربة بمعنى العصائر بالمفهوم العرفي العام الان في لغتنا. يبقى كأنهم سألوه عن الأشربة الحلال المحلل شربها، لأنهم لا يدخل الخمر فيها، لأن المحرم عندهم يسمى بالخمر، والأشربة المعهودة عندهم هي ما كان من نقيع التمر ونقيع الزبيب. كانوا يعملوا ينقعوا التمر في مية ويشربوه، أو ينقعوا الزبيب في مية ويشربوه، يعني يعملوا خشاف باللغة بتاعت، يبقى بيعملوا إيه؟ خشاف بلغة المصريين. مما فيه مصلحة لهم، يعني من الحاجات اللي بيتزوقوها وبيستريحوا لما يشربوها ويتغذوا بها. وفي سؤالهم عن الأشربة دليل على أنه بلغهم في بعضها تحريم أو نهي. يبدو أنهم وصل لهم بعض الأخبار أن النبي نهى عن بعض الأشياء متعلقة بالأشربة، فأرادوا يستثبتوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يبلغهم في ذلك شيء لما سألوا عنها. وفيه زيادة دليل لما قدمناه من أنهم كانوا مؤمنين قبل قدومهم، كانوا بيسألوا على الأشربة وإيه الحلال وإيه الحرام، ده سؤال لا يأتي إلا من مؤمن،
إنما الكافر ما يعرفش حلال من حرام أصلا. يبقى ده دليل إن هم كانوا مؤمنين قبل قدومهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس والعشرون قوله فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فيه دليل على أن الجواب لا يكون إلا بعد تمام الخطاب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجاوبهم حتى أتموا جميع سؤالهم. يعني الإنسان لما يأتي إنسان يسأله يتركه لما يتم سؤاله للآخر، مش يقطعه. هم جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء معينة، يسألوا عن حاجة تفيدهم وتدخلهم الجنة وعن الأشرب، مش كده برضو؟ فما قطعهمش النبي أول ما قالوا سألنا نسألك عن شيء يفيدنا، فقطعهم لهم كلام، لا سابهم لما خلصوا كل السؤال. يبقى ده أدب، أدب الشيخ أو المستفتي المفتي أنه يترك من يستفتيه حتى ينتهي من تمام السؤال، لا يقاطعه، دي أول حاجة. الوجه السادس والعشرون فيه دليل على أن الفصيح من الكلام الإجمال أولا ثم التفسير للإجمال بعده، لأنه عليه الصلاة والسلام أجمل لهم أولا ثم بعد ذلك فسر ما أجمل. الإجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، جملها ده إجماله. يبقى كأنه حدد لهم هيقول لهم إيه بالضبط الأول إجمالا، وبعدين مسك الأربع الأوامر فصلها، ومسك الأربع النواهي فصلها. يبقى الإجمال أولا ثم التفصيل بيجعل اللي بيسمع يعرف يلم المعلومة ويحفظها بسهولة. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحفظهم، لأن لو ما قال لهمش مجمل الأول وقال لهم كده النقاط متفرقات كان ممكن يفوتهم نقطة، لكن أما حدد لهم أن يأمرهم بأربع أدي إجماله. يبقى المجمل اللي هو إيه يحتاج إلى معنى، الأربع دي تحتاج إلى معنى، أوامر أربعة إيه؟ طالما تقول إيه يبقى مجمل، لما ما تقولش إيه يبقى مبين، فإذا بينه ساعتها مش هتقول إيه، تبقى عرفت على طول. يبقى في حاجة اسمها مجمل ومبين. المبين هو الذي لا يحتاج إلى تفسير لأنه مفسر نفسه، والمبين نوعان نص وظاهر، ده في علوم الأصول الكلام ده. النص اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحد ده النص، والظاهر اللي هو يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، مش كده برضو؟ دي المعنى المبين. لكن المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى. أما يقول لك مثلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أهو ده نص، ثلاثة وسبعة يبقى عشر، ما تحتملش إلا معنى العشر. ينفع نقول خليها تسعة ونص، خليها تمانية، طب ليه ما تبقاش حداشر، خلاص بقت عشر، تلك عشرة كاملة. شوف القرآن يقول إيه، يبقى ده اسمه نص مبين، نص لا خلاف فيه بين الفقهاء، النص ده لا يختلف فيه الفقهاء في الفهوم، إنما الحاجة اللي تحتمل أكثر من معنى. زي إيه؟ زي مثلا ما يقول لك وآتوا الزكاة، الزكاة دي يعني تحتمل معاني كتير، الزكاة يعني معناه يعني أعطي مما أعطاني الله، طب أعطي مما أعطاني الله من إيه؟ ما ربنا أعطاني أموال كثيرة وأنواع كثيرة من المال، أعطي قد إيه؟ ودي لمين؟ وأخرج إمتى؟ أسئلة كتيرة، ومن مين؟ ومن أي مال؟ دي أسئلة كتيرة بقى تحتمل معاني كثيرة. يوم يجي بقى الشرع السنة النبوية تبين لك، تحول لك هذا المجمل إلى معاني إيه؟ يعني الزكاة في حد ذاتها كده لها معنى، معنى التزكية النفس ومعنى الطهارة ومعنى النماء، لها معاني كتيرة تحتمل معاني كتيرة. تقوم تيجي السنة تختار لك معنى من المعاني وتوقفك عليه وتقول لك. يبقى أحيانا تأتي السنة وإيه وتجعل الظاهر اللي هو الراجح، واخد بالك، هو الذي يطلب من الإنسان دون المرجوح. مش واحد يقول أنا خلاص هزكي نفسي يبقى معناه ما أديش الزكاة، وآتوا الزكاة يعني إيه؟ قد أفلح من زكاها، مش محتمل اللغة. لا، تيجي السنة بقى تقول لك لا، الزكاة هنا بمعنى قدر معين من المال بعد فترة زمنية معينة بعد الملك التام، وتديل مين وتخرجوا ازاي. يبقى خرجتها من جانب ايه الظاهر الى جانب الراجح.
اللي هو اللي يحتمل اكثر من معنى ظاهر ويقابل الظاهر ايه التاويل اللي هو يسموه المرجوح. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اجمل اولا قال لهم امركم باربع وانهاكم عن اربع، ده اجمال، وبعدين بعد كده بين المجمل واحده واحده بعد كده. يبقى لو خطيب الجمعه مثلا يقول ان انا في مقدمه الخطبه سوف اتكلم عن الموضوع الفلاني والعناصر الاتيه، وبعدين بعد كده يمسك عنصر عنصر، يخرج الناس من صلاه الجمعه فهم الفكره اللي عايز يقولها، بخلاف ما يقعد يقول ويجيب معلومه من هنا على فكره من هنا على فكره من هنا، يخرج المصلين تقابل واحد منهم في الشارع كان الخطيب بيقول ايه النهارده، تقول له والله كان بيقول كلام حلو كتير بس انا مش فاكر حاجه، يعني لم يعلق في ذهنك فكره معينه يقولها لك. هو قال كلام حلو كتير، قال لك ايه وانبسطت، وقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى لك قصة مشعر حد من الصحابة، قلت يا سلام حاجة جميلة وطلعت مبسوط، لكن اتعلمت ايه؟ ايه اللي بقى بزينك؟ ضاع كل حاجة. فيبقى لازم الخطباء يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يوضحوا الفكرة للناس، تبقى الفكرة واضحة رائقة، بحيث ان اللي يجي يقعد عندك ويخرج يخرج بزيادة علم، طالع بمعلومة معينة في ذهنه استفاد. لو لم يبقى للمسلمين إلا خطب الجمعة مرة في الأسبوع والخطباء قاموا بحق المنابر، لا تجد في المسلمين جاهل على فكرة، لكن للأسف مش عارفين نعمة المنبر والتقاء المسلمين كل أسبوع، يقعدوا ساعة مع بعض واحد يكلمهم، هيكلمهم في إيه؟ لازم بقى لو واحد بيصلي الجمعة طول عمره يقعد مثلا 10-40-50 سنة بيصلي الجمعة كل أسبوع، يبقى حيحضر كم درس؟ المفروض ما يبقاش عنده شبهة. لو الخطباء قايمين بحقهم المفروض ما يبقاش اللي مواظب على صلاة الجمعة ده عنده شبهة. خلاص كل الشبهات اتحلت وماشي على بصيرة وفاهم أحكام الشرع. لكن للأسف كثير من الخطباء يعني بيبقى حتى مش محضر الموضوع، وقايم كده يقول كلمتين حلوين طيبين وكويس ومع السلامة. فبيضيع وقت الناس، وإن كان بيؤدي الشعيرة، لكن ما أداش ثمرة الشعيرة. الشعيرة لها ثمرة. لازم يلاحظها. كل ده تلاحظ الحاجات دي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مدارستك لأنفاس النبي، تجد إزاي خرج أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا كانوا بيكتبوا وراء، ولا عندهم أجهزة تسجيل ولا عندهم كراسات ولا أقلمة ولا مطابع ولا حاجة، خرجهم من هذا كله إلى أمة علمت العالم إلى يوم القيامة لتكونوا شهداء على الناس. إزاي خرج من ده كله صلى الله عليه وسلم؟ بطريقة الإجمال والتفصيل، وبطريقة ايه يعني مثلا الكبائر كتيرة، يقول الكبائر 10، يعني كأن الكبائر كثيرة احفظ العشرة دي، لكن لو قال لك الكبائر كثيرة سئل عن الكبائر فقال دي كتير قوي، خلاص اول ما تسمع كتير قوي وبعدين حتى لو قال لك شوية مخك يكل ويمل، يقول لك وانا هحفظ الكتير، معقول؟ انما يروح قايل لك 10 منهم، وفي قاعدة تانية يقول لك 10 تانيين، وفي قاعدة رابعة يقول لك 7 تانيين. تلاقي نفسك العلوم تبتدي بالتدريج تدخل في ذهن الأمة تحفظها بسهولة وهكذا. فدي وسائل تعليمية للقائم على تعليم الناس وعلى توجيه الناس، لازم يلاحظ فيها ان هو كل درس هيديه للناس الاول يقول لهم احنا هنتكلم النهاردة عن كذا اجمالا، والاجمال ده هنفصصه على 3 عناصر، العناصر دي نمسك عنصر عنصر نكلمه ونوفيه، تطلع تبقى فهم كأنك ماشي مبسوط. ادي معنى ان الفصيح من الكلام الاجمال اولا ثم التفسير للاجمال بعده، لانه صلى الله عليه وسلم اجمل لهم اولا قال لهم امركم باربع وانهاكم عن اربع، ادي الاجمال لهم، فسر ما اجمل. والحكمه في ذلك انه عند الاخبار بالاجمال يحصل للنفس المعرفه بغايه المذكور ثم تبقى متشوقه الى معرفه معناه، فيكون ذلك اوقع في النفس واعظم في الفائده. الوجه 27 قول أمرهم بالإيمان بالله وحده، فيه دليل على أنه يبدأ من الجواب بما هو الأهم والآكد، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ أولا بالأصل الذي هو الإيمان. تملي الأمر تملي يتناول الأعمال والأفعال في الغالب كده، لكن النبي دخل في الاعتقاد الأول، وكأن الأفعال واقفة على الاعتقاد، فبدأ بالأهم الذي يبني عليه بعد ذلك الأعمال. وإن هم ما سألوش على الاعتقاد، ده هم جايين له مؤمنين، ده هم جايين له أصلا مؤمنين، فيقوم يقول لهم أمركم أن تؤمنوا بالله وحده،
يبقى كأن النبي يؤكد الأول ما هو ما يستحق التأكيد، أي حافظوا على إيمانكم بالله حتى تكون الأعمال التي أمركم بها مقبولة عند الله، فيؤكد ما يستحق التأكيد أولا. كويس، يعني لا تغفلوا عن معنى الإيمان في قلوبكم حتى تكون كل الأوامر التي أمركم بها أن تفعلوها أن تكون خالصة لله عز وجل لا لغرض دنيا. فيه دليل على أنه يبدأ من الجواب بما هو الأهم والآكد، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ أولا بالأصل الذي هو الإيمان ثم بعد ذلك أجاب عن الغير. الوجه 28 فيه دليل لقول من يقول بأن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينص على الأعمال حتى أثبت الإيمان. طبعا قضية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبون، يعني الوقت الكافر اللي هو ما بيصومش رمضان دلوقتي اقول له صوم رمضان؟ ثم ما ينفعش يصوم، ده حتى لو صام لا يقبل منه، مش كده برضه؟ اقول له قوم اتوضى، يتوضى ازاي؟ ده لو اتوضى بنهر النيل كله ما يطهرش لانه مش مؤمن، لكن بالايمان كوز ميه يطهرك، لكن هو من غير الايمان نهر النيل يخلص وهو لسه زي ما هو لم يطهر. كويس، يعني اعمل ايه مع الكافر؟ فالكلام ده يبدو أن الخلاف خلاف نظري ليس عملي بين علماء الأصول، لأن احنا لو وجهنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة خطاب مؤاخذة في الآخرة لا أداء في الدنيا يبقى صح بالإجماع، يعني ربنا حيؤاخذه في الآخرة فوق كفره أنه لما لم يصلي ولما لم يصوم ولما، عشان كده قالوا ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ما سلككم وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كانوا كفار وربنا بيعاقبهم عشان ما صلوش. شوف قد ايه دل على انه مخاطب بفروع الشريعة خطاب سؤال في الآخرة للعقاب وللتوبيخ، لا خطاب أداء في الدنيا قبل الإيمان. واضح؟ فإذا وقتناها كده تجد ان الخلاف بين علماء الاصول بانه مخاطب بفروع الشريعة او غير مخاطب خطاب نظري، خلاف نظري لا ينبني عليه واقع في العمل. واضح؟ الوجه 29 قوله اتدرون ما الايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده، تملي ما يبقى التعليم في صورة سؤال واجابة بيبقى اوضح، يبقى دي وسائل التعليم النبي هو اللي عملها، وسائل تعليم البشر لأنه هو معلم البشرية، يعني هو إحنا من ضمن وسائل التعليم اللي بيتعلمها المدرسين واللي بيتعلمها الدكاترة واللي بيتعلمها الأساتذة في المتعرضين لتعليم أبنائنا، تلاقي إيه يقول له في وسائل إضاحية الرسم، وطريقة تعليم أخرى بالسؤال والإجابة، وطريقة تعليم ثالثة بالاختصار واخد بالك وتجميع العناصر، كلها طرق تعليم استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، ثم التكرار ثم اختيار الوقت المناسب والتشويق، فيجيب له صور حلوة متعلقة بالموضوع يقوم الأول يشوقهم، وبعدين والنبي صلى الله عليه وسلم مسك كده بإيده الخوصة وقعد يرسم على الأرض الصراط ويرسم عليه البيوت المحرمات في الأحاديث المشهور، يبقى كان بيعمل وسائل إضاحية ويعلمهم وهكذا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كل الوسائل فهو معلم البشرية بحق صلى الله عليه وسلم. من ضمن وسائل التعليم السؤال والإجابة، قال لهم أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تعرفوا؟ يبقى هنا بيسألهم هو علشان يستحسهم إن هم يقعدوا الأول يفكروا يلتفت انتباههم ما يسرحوش وبعدين يكلمهم. قوله أتدرون ما الإيمان بالله وحده فيه دليل على استفهام العالم للمتعلم عما يريد إلقاء إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام استفهم عن حقيقة فهمهم في الإيمان ثم بعد ذلك بيّنه لهم. الوجه 30 لما الرسول سألهم، شوف الأدب بتاعهم بقى، قالوا آه طبعا عارفين، أمال إحنا لو مش عارفين كنا جنالك يعني يا رسول الله، شغل عصبجية بقى ما ينفعش، ده الشغل العصبجية ده ما ينفعش، مع أن هم جايين مؤمنين مش كده برضه، لكن شوف أدب الصحابة عشان تعرف أن الجيل ده إزاي ربنا اختاره انه يحمل لنا العلم من قلب النبي لينا، ويخرج بقى العلوم كلها تتفجر من قلب النبي على لسانه عن طريق هؤلاء الناس الطيبين، كأن الله اطلع على قلوب العباد من غير الانبياء فاختار افضل العباد مما سوى الانبياء جعلهم صحابة لهذا النبي،
تاخد بالك الحكاية عشان الصحبة عالية. أولا الأدب إزاي وإزاي يعني هقول لك حاجة. كان الرسول في حجة الوداع كل الناس مش عارفة يوم عرفة وإنه كان يوم جمعة وإنهم واقفين في عرفات، قال لهم إيه؟ أتدرون ما اليوم؟ قالوا الله والرسول أعلم. الله شوف الأدب شوف الجمال. أتدرون ما الشهر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يا سلام بقى احنا لو سألنا السؤال ده كنا قلنا اليوم يعني النهاردة الجمعة. لكن شوف الأدب بقى. الأدب بتاع السؤال عشان تتعلم ازاي تتعامل مع الكبراء وازاي تتعامل مع الأنبياء. فهم لما بيقول لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده، طب ما هم جايين مؤمنين، كانوا حقهم يقولوا طبعا ده احنا لولا اننا مؤمنين يا رسول الله ما كناش جينا لك اصلا، الله مضى بقى وكان الانسان. لكن شوف قالوا ايه؟ الله ورسوله اعلم. لما سالهم اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. يا على الادب. نفس الكلام ده قالوا الصحابه لما قال لهم ايه في اي يوم نحن وفي اي بلد نحن وفي اي ساعه نحن. الله ايه ده الحكايه كلها، ده احنا عارفين كل حاجه. لا قالوا له الله ورسوله اعلم، مش كده برضه؟ قالوا الله ورسوله أعلم فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل الفضل والدين، لأنهم التزموا الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فردوا الأمر إليه فيه فيما استفهم عنه تأدبا واحتراما منهم له. والحكمة في ردهم الأمر إليه من وجوه، الحكمة فيها وجوه كتير. أول حاجة التأدب، تاني حاجة أن سمعهم منه تحقيق وتثبيت لما كان عندهم، والحاجة الثانية أن أنا ما أسمع حقيقة الإيمان من النبي مشافهة كده غير أما أقول له أنا ببقي، تبقى حاجة عالية أعلى أن أخذ أنا من كلام النبي مباشرة غير أما أقول له فهمي أنا. يبقى هم عايزين ينتقلوا من تحقيق ما في صدورهم إلى التثبت بسماعه من لفظ النبوة. يبقى راعوا الأدب وفي نفس الوقت رقوا العلم بتاعهم، بدل ما كان انطباعا في أذهانهم صار تلقيا من النبي مباشرة، وهذا أعلى. والثالث خيفة التوقع لألا يكون زاد في الأمر شيء. والثالث برضو خاف ولا يقولوا إيه حقيقة الإيمان بالله ويطلع إن ربنا أوحى للنبي إن في زيادة معنى جديد، فربما فتوقعوا برضو احتمال يقول لهم حاجة زيادة هم ما يعرفوهاش. يبقى أرادوا إن هم يعلوا إسنادهم فلا يتكلمون عن أنفسهم بل يبلغون عن رسول الله مباشرة، وأن يتأدبوا معه، وأن يكون هناك احتمال أن ربنا يزدهم معنى جديد على لسان النبي غير الذي يعرفونه. كل المعاني دي خليتهم تقول الله ورسوله أعلم، لئلا يكون زاد في الأمر شيء أو نقص، لأن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء بالزيادة والنقص. وهذا الوجه قد انقطع طبعا، اللي الزيادة والنقص بانتقال الشارع عليه السلام، والوجهان الأولان باقيان اللي هو التأدب وإنك أنت تتثبت بالسماع من قول الشيخ باقيان لأن علتهما موجودة. الوجه 31 في هذا دليل لما قدمناه من أن هذا الوفد كانوا مؤمنين لأنهم التزموا الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحترموه غاية الاحترام، وذلك مثل ما التزم الصحابة رضي الله عنهم من التأدب والاحترام حين قال لهم صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ أليس هو شهر الله؟ شهر الله المحرم اللي هو ذو الحجة من الشهور الحرم يعني. أليس هو يوم عرفة؟ ألا إن إيه حرمة المسلم، إن الله يعني إيه جعل حرمة المسلم أشد من حرمة بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. حرمة المسلم أشد من ده كله، وأنت قاعد طول النهار تتريق عليه، وقاعد طول النهار تغتاب، وقاعد طول النهار تاكل ماله، وقاعد طول النهار تكسر خطره، وقاعد طول النهار تدعي عليه، وبعض الناس يضربوا بعض. إيه الشغلانة البعيدة دي؟ ده أنت بعيد قوي بقى عن إيه؟ عن المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. اللي هو أبسط تعريف للمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث حافظينه واحنا في الحضانة أطفال صغيرين، لكن قلما تجد من يعمل به، وقلما أيضا تجد مسلم لا يعرفه، وهو حديث بسيط إلا أنه من أصعب الأحاديث في العمل وفي التنفيذ. راقب نفسك بيه كده
تلاقي قليل من الناس اللي هم يعملوا بهذا الحديث. فقالوا الله ورسوله أعلم، وقد أقروا في هذه اللفظ لله بالوحدانية. لما قالوا الله ورسوله أعلم يبقى أقروا لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة في الكلمة دي، الله ورسوله أعلم. وعشان كده بعض العلماء قعدوا يتناقشوا، تقول لا إله إلا الله فقط ولا تقول صلى الله عليه وسلم فقط، أيهما؟ ولا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما يعني في الذكر أجمل؟ فبعض العلماء قالوا كلام وجيه، قال إن صلى الله عليه وسلم لو اكتفيت بها لا فيها القيام بحق الشهادة الشهادتين، لأن لما تقول صلى الله عليه وسلم يبقى وحدت الله وأقرت للنبي بالرسالة في صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت لا إله إلا الله بس ما قمتش بحق إيه؟ القائم بالرسالة. شفت قد إيه؟ وعشان كده الصلاة على النبي لها فضائل كثيرة، من بينها أنها تشمل الشهادتين، تشمل الشهادتين، حق القيام بالشهادتين، وفي نفس الوقت فيها كمان الاستشفاع بالنبي، وفيها كمان الصلاة على من صلى على النبي مرة ربنا يصلي عليه 10، ففيها فضائل كثيرة. وعلشان كده لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده الحديث يقول إيه؟ من نسي الصلاة علي أخطأ طريقه إلى الجنة. حديث كده، من نسي الصلاة علي أخطأ طريقه إلى الجنة، لأنه أقصر الطرق، أقصر الطرق للجنة هو محبة النبي وكثرة الصلاة عليه، لأنه حيشفع فيك ياخد بيدك يعديك سهلا. تصور أنت مسافر سفر طويل بعيد ومش عارف الطريق، وطالع كده واقف في الطريق مبهم، مش عارف تمشي يمين ولا شمال ولا قدام، وهتمشي كم يوم وتاخد زاد قد ايه، فوجدت افخر سيارة وجالك مع هذه السيارة قائد خبير بالطريق وبالرحلة، قال لك اركب اتفضل، شوف قد ايه تبقى الطريق سهل. او ده اللي بيصلي على النبي كده، تبص تلاقي النبي واخد بايده يوفر عليه الطريق، ما يتوهش بقى، توهش كتير، ويوصله من أأمن طريق بأريح طريقة، من أأمن طريق وأريح طريق. هذه معنى من نسي الصلاة عليه أخطأ طريقه الجنة، يعني الطريق المريح السهل، لأنه ورحمة صلى الله عليه وسلم. الوجه 32 قوله قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى لما قال لهم الإيمان بالله وحده هي إيه؟ ظاهره في اللسان الإيمان ده محل القلب، لكن مظهره في اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى عاملهم بالمظهر الذي يدل على المخبر. فيه دليل لمن يقول بأن أول الواجبات الإيمان دون نظر، نظر يعني دون معرفة عقلية، نظر عقلي يعني، دون ولا استدلال، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أن ذكر لهم الإيمان لم يذكر لهم بعده نظرا ولا استدلالا، لأن بعض علماء التوحيد أو أغلبهم قالوا أن إيمان المقلد لا يصلح إلا بدليل، يعني المقلد ليس ناجيا إلا بدليل، لابد يبقى عنده دليل على أن الله واحد وعلى أن النبي رسول الله، إنما بيقولها كده تقليدا وما يعرفش يدلل على أن الله واحد وعلى أن النبي رسول الله. فكثير من علماء التوحيد اللي هم علماء العقائد من المسلمين قالوا أن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه في الآخر كويس. فهنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك لما النبي قال لهم كده وما قال لهمش دليل، أو ده دليل على أن مش محتاج نظر ولا استدلال. لكن على فكرة أنا ليا رأي، أنا أميل للرأي اللي بيقول لابد يبقى في دليل. أنا مع غالب علماء الأمة على فكرة في المسألة دي، إن إيمان المقلد على خطر عظيم، وقد يفسد إيمانه في أي لحظة طالما مقلد، تجي له شبهة يموت على الكفر. فلازم الواحد يبقى عنده دليل ولو إجمالي، دليل إجمالي، مش شرط أدلة تفصيلية، زي الأعرابي البسيط قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فجبال ذات إيه فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ أو ده دليل إجمالي حلو يطلعوا من التقليد، من رفقة التقليد إلى العلم. يبقى لابد الإنسان يبقى عنده دليل ولو إجمالي على أن الله واحد وعلى أن نبي رسول الله صادق مبلغ عن ربه، علشان يخرج من رفقة التقليد، وليكن الدليل البسيط ده
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ليه يا ابني الله واحد؟ يقول له عشان المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لو الأكوان كان فيها رئيس تاني مع الله كانت غرقت من زمان، والأكوان ما غرقتش، يبقى ربنا واحد. حلو، دليل إجمالي حلو، ينفع. واخد بالك ازاي؟ يخرجوا من رفقة التقليد الى العلم. طب وايه دليلك على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربي؟ تقول له لانه صادق ولانه جاء بالمعجزة. صادق وجاء بالمعجزة، والمعجزة لا تأتي الا على يد نبي. ايه معجزات النبي؟ لابد نعرف معجزات النبي. وعشان كده لما تعرف فايدة انك تجلس في مجالس مدح النبي بيذكروا فيها معجزاته بيذكروا فيها خصائصه، تقوم تخرجك من ربقة التقليد في اتباع النبي إلى العالم بنبوة النبي ورسالته. يقول لك في الأشعار، يقول لك إن العنكبوت مش عارف عمل إيه، وإن القرآن معجزته إيه، وإن الإسراء والمعراج، وإن القمر انشق بإشارته الشريفة، وإن الجزع لو حن، وإن الماء نبع من بين أصابعه. الله، إيه ده؟ معجزات كتير أوي. يبقى نقلتك من نقلة كبيرة إلى العلم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربي، نبي بالفعل لأنه جاء بالمعجزات. لأن علامات النبوة إيه؟ أن يخبر عن نفسه أنه نبي، وأن يشتهر بالصدق والأمانة، وأن يأتي بالمعجزة. أربع علامات لو توفرت في إنسان يبقى نبي. أولا يبقى صادق، كل أهل عصره سموه الصادق الأمين، دي أول حاجة. ثانيا هذا الصادق قال أنا رسول من عند الله، دي تاني حاجة. ثالث حاجة أن يأتي بالمعجزة. رابع حاجة أن يخبر بالغيب عشان يبقى نبي. يبقى عندي أربع حاجات تتوفر في شخص يبقى نبي، أربع حاجات تتوفر في شخص يبقى نبي على طول. كويس، يبقى صادق أمين، دي أول حاجة. تاني حاجة يخبر ويقول أنا رسول من عند الله. ثالث حاجة يأتي بالمعجزة. رابع حاجة يخبر بالغيب. كل الحاجات دي متوفرة في نبينا، يبقى نبي رسول الله. يبقى تقول أشهد أن محمد رسول الله بقوة. مش يجي واحد يضحك عليك في قاعدة ويقول لك طب ما إيه معجزة نبيك؟ يعني سيدنا عيسى كان يحيي الموتى، سيدنا موسى كان عنده عصا يرميها تبقى تعبان، إيه معجزة نبيك؟ وصل كتير من المسلمين يقعدوا يفكروا كده، مش ظاهر معجزة النبي في ذهنه، لأنه أولا حتى لو كان حافظ القرآن فهو بعيد عن اللغة العربية، فمش شايف الإعجاز في القرآن، مش ملاحظه، فيقعد يفكر. المفروض يبقى معجزات نبيك تبقى في ذهنك أمثلة كثيرة، لأن نبيك أكثر الأنبياء معجزات، أكثر الأنبياء معجزات هو نبيك. واخد بالك؟ فلازم تاخد بالك علشان كده تخرج من ربقة التقليد إلى العلم. وعلى شكنا هنا على فكرة الوجه ده أنا مش موافق سيدنا أبو جمرة عليه، اللي هو بيقول فيه إن ده دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الإيمان مش محتاج نظر واستدلال أبدا، لأن النظر في وجه النبي ينقل الإنسان من التقليد إلى الإيمان. دي الحقيقة كده في الحال، لأن النبي كان يقول كيف تكفرون وأنا فيكم. يبقى مجرد إن هم التقوا بالنبي والنبي قال لهم الكلام ده، وقع في قلوبهم ما يزيل ربقة التقليد إلى كمال العلم ببركة النظر إلى الوجه الشريف صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل ما نقدرش نقول إن الوجه ده وارد، الوجه ده يبقى يارد لو كانوا قبله غير النبي، لو قبله واحد غير النبي يعني إنسان عادي، وقال لهم أتعلمون ما الإيمان بالله وحده أن تشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، نقول له آه. ده هنا قال لهم من غير استدلال، ده كان حقهم الدليل. كويس، لكن النبي ما تطلع من فمه الكلمة دي في حد ذاتها مع النظر للنبي يتم الدليل تماما ويزول كل شبهة بالنظر الايه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كثير من الصحابة بمجرد النظر في وجه النبي انتقل من الكفر الى كمال الصحبة في لحظة، في لحظة. يبقى النظر في وجه النبي مختلف تماما عن التلقي عن غيب، عن بدون ما تنظر اليه. فدي نقطة هامة. الوجه الثالث والثلاثون فيه دليل على جواز الجواب بأكثر مما سئل عنه. إن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاجة دخلهم الجنة، يعني عمل، فكلمهم بالاعتقاد، يعني زود لهم حاجات هم ما سألوش عليه. فده يدل على أن يجوز للمسؤول أنه يجيب أكثر مما سئل لزيادة العلم إن كانت الزيادة ضرورية،
اذا كانت الزياده ضروريه. خدت بالك؟ فده دليل برضه لمن يسال انه يجاوب في سؤاله لا بقدر الاجابه وحدها، السؤال وحده، بل يزود في الاجابه الذي يكون ضروريا لفهم المطلوب من السؤال. كويس؟ فيه دليل على جواز الجواب بأكثر مما سئل عنه، بل يلزم ذلك إذا كان هو الأصل الذي عليه يتقرر الجواب، وبعد صحته يتقرر السؤال، لأنهم إنما سألوه عن الأفعال التي توجب لهم الجنة فأجابهم عليه الصلاة والسلام عن الأفعال والاعتقاد. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، الحل ميتته، فأجاب بأكثر مما سئل عنه لأن الحاجة دعت إليه. زي لما سألوه عن ماء البحر هل نتوضأ منه ومالح، كان في بعض الصحابة صيادين، فبيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا احنا بنبقى في البحر وعايزين نتوضأ والبحر ميته ملح يا رسول الله، فما رأيك في ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماءه، يعني توضوا بميته. وبعدين زودهم الحل ميتته، يعني السمك كمان اللي تصطاده يا صياد انت مش محتاج تسبحه وتقول بسم الله الله وأكبر، هو اول ما بيطلع من المية اتخنق ومات، لا تقول عليه منخنقة، لا تفتكر انه ميتة ما ترضاش تاكله، فقام زود له اجابة زائدة لانه يحتاج اليها. طالما هو في البحر ويحتاج مية البحر الوضوء يبقى هيبقى في البحر قد يجوع ويحتاج ياكل كمان. يوم النبي صلى الله عليه وسلم حلله الاشكال مع انه ما سألش عما يأكل، سأل عما يتوضأ فقط، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فأجاب بأكثر مما سئل عنه لأن الحاجة دعت إليه. ونقف على الوجه 34 غدا إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم تقبل منا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وارحم أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.